شو رأيك؟ أنا رأيي أنت بقى تعطيني رأيك. How to manipulate gold يعني كيف فيك تشتغل بالماتيار الذهبي. لو رح نوصف تشكيلة جورج شقرة للأوت كوتور لخريف وشتاء 2023-2024 فمنقدر نقول عنا إنها قصيدة حب وغزل باللون الذهبي، فهالكولكشن بتجسد مفهوم التحول وبتكرم الذهب مع إظهار قدرته على التغيير والتكيف. يعني هي كانت قصة الـ how to manipulate gold يعني كيف فيك تشتغل بالماتيار الذهبي في إن كان بالأكسسوريز إن كان بالماش الذهبي يعني وعادة الذهبي يعني بتستعمله sometimes بروحك شوي مش حلو فكيف يعني اشتغلنا فيه بيطلع بطريقة شيك. اللون الذهبي سيطر على مجموعة كبيرة من الإطلالات يلي اتسمت بالرقي والفخامة، ولكن ظهرت كمان تصاميم باللون الأسود والأبيض مع نعومة البنفسجي والأزرق، وتخلل هالفساتين تزيينات مختلفة ما بين التطريز، المرايات، الورود والريش، ولهيك منقدر نقول إنه هالكولكشن تعتبر عودة قوية لجورج شقرة. هالوقفة ورجعنا كيف شفت الساحة؟ شو تغير فيها؟ شو كنت هيك عم تراقب من بعيد تشوف شو عم بيصير؟ صراحة لا، بس بتحس العالم عندهم شغف أكتر إنه يشوفوا ويحضروا ويغيروا، لأنه ما في حدا ما راح له حدا يعني إنه ما في حدا ما انزرب، فكل العالم شكل ما كل العالم يعني، فبتحس إنه في تنفيسة يعني إنه وأنا منهم يعني إنه بدنا ننفس يعني. الأعجاب والانبهار بمجموعة شقرة كان واضح بعيون الحاضرين، من بينهم الفنانة يسرى يلي أشادت بالكولكشن، خاصة وأنه شقرة أبدع باستخدام الأكسسوارات لتزيين الفساتين مثل الأساور العريضة، الأقراط الذهبية ذات الأشكال البيضوية، بالإضافة إلى قفازات سوداء طويلة وشفافة. بعد الكوفيد وهيك يعني بتحس أنه ما في شي حرزين، أنه ما بدك تعصب كتير، بدك تشتغل على الرايق. وما فينا ما نحكي عن البرايدل دريس يلي خطف أنظار الجميع، فتميز الفستان بطابعه الدرامي من خلال الورود الكبيرة يلي صعدت من الكتف باتجاه الرأس، وتم تزيينه بأحجار الكريستل مع طرحة من التول وقفازات طويلة بيضاء. البرايد فيها شيء مختلف، فيها سكالتشر كتير يعني أوكي. إذا ملاحظ الكواف تبعها ولا لا، أنا معروف إنه شوي عندي هالست هالخط الهندسي. جورج كان حريص أنه يوجه رسالة لكل المصممين اللبنانيين يلي ما زالوا قادرين يبدعوا بالرغم من الأوضاع الصعبة يلي عم بيتعرض للبنان من وقت للتاني. إحنا جماعة سوبر هيروز لازم يسمونا فيه، لأن كل مرة بنكلها ضربة فيه وهيك خضة وقصة ونرجع من قلع، يعني متعود ونرجع من قلع، ما أنه هيني فيه، بس الشعب اللبناني هيك يعني انه معود يعني عرفتي انه من زمان، بعدين 75 بعدين كفيت بعدين على طول عندنا هيك خضيت ونرجع بنقلع بنلطي شوي بنرجع بنتعود نتأقلم مع الجو ومنقلع. في ملامح امل هيك ان شاء الله اذا عندك قلي.